نحن غير موافقين على ادعاءات المدعي وموكلته الغير مستندة إلى إثباتات، لأن المدعي هو من قام سابقاً بتعنيف وتعذيب موكلتي جسدياً. ادعاءات الخصم بأن موكلتي غير سليمة عقلياً ونفسياً هي للحصول على حق الوصاية المؤقتة على الطفل المشترك بينهما والذي اسمه ييت، وهذه الادعاءات تدخل في خانة الافتراء على موكلتي. بابا، بابا، بابا اتركني دخيلك، بابا بوس ايدك. نفس خانم، نفس خانم، نفس ركزي، ردي على القاضي يلا. انت منيحة بنتي؟ احكي. منيحة. يلا قولي بنتي، عم اسمعك. بوس ايدك بابا، خليني بالبيت بابا. بابا اتركني. بابا، بابا اتركني، ما تاخذني لعنده. بابا اتركني. ما فيني. ما فيني شي حضرة القاضي، وعقلي كتير منيح. أنا ما فيني شي أبداً. أنا ما عندي علاقة غير مشروع ابنه، ودايرة بالي على ابني كتير منيح. النطق بالحكم حسب المادة ألف وباء من قانون الأحوال الشخصية، وحسب المعطيات التي تقدم بها الأطراف في طلباتهم، تم منح فترة إضافية لإرفاق الإثباتات، وعلى الأطراف في الجلسة القادمة وفي حال جاهزية شهود الطرفين إحضارهم للاستماع لشهاداتهم. أما المدعى عليها نفس زورلو، سنحيلها إلى دائرة الطب الشرعي، وذلك من أجل إثبات صحتها وسلامتها العقلية والنفسية. رفعت الجلسة. كل هالبنود أنا لازم أوافق عليها حضرة المحامي. أي تماماً، كلها. فهمت عليك. وشو مشان هذا البنت مهم؟ وأنا حسيته مهم، بس هالنقطة موافقة، يا ريت نرجع. اسمعي، صحيح الطب الشرعي مو لمصلحتنا، بس نحن لسه بأول الطريق ورح نضل نحاول. أسماء، أنا ما رح استسلم. فيدات بعت أبي لكون مهزوزة بالمحكمة. أنا صرت متعودة على هالأسلوب، بيستخدم كل أنواع الأسلحة. إيه بس هالمرة غير. حبيبة قلبي، شو هالقوة هي؟ عن جد جيت أبوكي مانا سهل ابنه، وكمان قبل المحكمة مباشرة. انسي موضوع المحكمة هلأ، وخليني حبك وأخذ منك شوية قوة. إيه، وشو المفروض نساوي؟ يعني شو الخطوة الجاية؟ أول خطوة هلأ لازم نجمع شهودنا. أنتوا رح تكونوا براس القائمة، والخال داود وإدريس كمان. طيب معناها أمشوا نروح لعند الخال داود على المطعم، منفطر فطور مرتب ومنسأله إذا بيرضى يشهد معنا. يلا خلونا نروح. تفضل. نفس، يا ريت تضميت عن أبوه لو سمحتي، وبس أخده أنا منك بوعدك وعد شرف إنه رح صير ضمه عنك كل يوم. ابنك ما رح يقبل يضمك. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.